وهيك أتتنا أحدث الأخبار عن ظهور أعراض جديدة بالبلاد، حيث يعاني كثير من الناس منها. من بين هذه الأعراض ألم بالمعدة، ميل للغثيان والقيء، كما يعانون أيضا من ضيق في التنفس. وقاموا علماء سكشن 11 الشهير بسكشن نبتون بتشخيص هذه الحالات، ووجدوا أنهم يعانون من عصر الهضم أو ما يسمى بالدسبابسيا. كما قاموا علماء سكشن 11 بصنع الأدوية من النباتات والزيوت العطرية لعلاجها. ولمزيد من الأخبار تابعوا منتجات سكشن 11.